مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. بعد انتظار طويل من الدايلريون، أخيرا فيديو كليب أغنية دايلر رسالة صار جاهز وراح ينزل بأول أكتوبر على الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية، حيث نزل دايلر تيزر الفيديو كليب على صفحته على الانستغرام. نور ستارز عم بتشارك على حسابها على الانستغرام اللحظات الاخيره واللمسات الاخيره لسلسله الزواج اللي راح تنزل بقناتها على اليوتيوب، حيث حكت عن معاناتها مع المونتاج لانه عم يتطلب وقت وجهد كتير كبير، لانه السلسله ما راح تكون مثل الفيديوهات العاديه. واجابت على الناس اللي تطرح اسئله مثل شو بتعمل نور، ليش نور هالقد ناجحه بهالجواب. الجواب أني اشتغلت على كل شيء وصلت له اليوم خطوة خطوة، وبعدني لليوم بصنع المحتوى بنفسي، وصناعة المحتوى الاستمرارية هي التحدي الأصعب، بس أنا بحب هالتحدي. شكرا لكل شخص بتابعني، خصوصا متابعيني الأوفياء. ونشرت كمان ستوري وكانت صورة من فيديو الزواج وكتبت يا ترى ليش كنت معصبة. أما مها الشمري ومن بعد غياب كتير طويل من على السوشيال ميديا دام شهر كامل، نزل أخيرا صورة على الانستغرام وكتب الشوق مليون. أما مبارحة فكان عيد ميلاد نجود الشمري، فحابين نتمنى لها من خلال هالفيديو عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خير عقبال 100 سنة إن شاء الله. فتلقت مفاجأة كبيرة من طرف عائلتها وكانت الأجواء بالاحتفال هيك. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.